اخوان تبارك الله عليكم، كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره راه باين العنوان، يعني كيف يمكن ان تنشر رابط ديال القناه ديالك ديال اليوتيوب في انستغرام باش تكسب مشاهدات وتكسب اشتراكات. يعني كتنسخ الرابط ديال القناه ديالك وكيفاش كتعمل تنشرو في انستغرام. تبعوا معايا الطريقه باش تشوفوا الطريقه كيفاش. كتدخل اليوتيوب، كتحاول تنسخ الرابط ديال القناه ديالك بالضغط على داك الزر. الطريقه راه سهله، تبعوا معايا الطريقه. كتختار اي فيديو بغيتي تنشره، مثلا الفيديو اللي باغي تنشره مثلا في انستغرام، كتختار اي فيديو. وفي هذه الحالة كتختار الفيديو اللي باغي تخدم مثلا. كتبرك على ديك الزر اللي في الأعلى ديال السهم، كتعمل كوبي ليون، يعني كتقوم بنسخ الرابط ديال الفيديو. كتخرج من التطبيق ديال اليوتيوب وكنتجهوا للانستغرام، التطبيق ديال انستغرام. كتدخل في اسفل الصوره، الدائره اللي فيها الصوره ديال القناه ديالك ديال انستغرام، صوره الصفحه، كتكليكي عليها وكتعطيك الصفحه هذه. من بعد ما عليك تبرك على موديفي بروفيل، يعني تما يمكن لك تنشر رابط ديال اليوتيوب ولا ديال فيسبوك، اي رابط بغيتي تعملو اشهار مثلا بوبليسيتي كتعملو تما. تبعوا معايا الطريقه، كتبرك على موديفي بروفيل وكتعمل نسخ للرابط اللي نسخته. كيف ما كتلاحظوا هذه هي الصفحه ديال فين كتوضعوا الرابط ديال اليوتيوب.
هنا يمكن لك تعمل إشهار للقناة ديالك، يمكن لك تعمل أكثر من رابطة.